أنتجت المؤسسة العامة للسينما في سوريا خلال العام المنصرم باقة من الأفلام السينمائية الطويلة والقصيرة، والتي حصد بعضها جوائز محلية وأخرى إقليمية وحتى عالمية، والبعض الآخر لم يدع له صيت، حيث تعددت أسباب النجاح والفشل. بعض متابعي السينما يرون بأن الدعم الذي تقدمه المؤسسة العامة للسينما ليس كافياً، خاصة في ظل ضعف الإنتاج السينمائي الخاص، وإن لم يكن غيابه. والبعض الآخر يتهم المؤسسة بأنها تعمل وفق معايير انتقائية، وبالتالي نجاح أي فيلم مرتبط باسم مخرج هذا الفيلم. أفلام عدة تم إصدارها في عام 2013، منها صديقي الأخير للمخرج جود سعيد، فيلم مريم لباسل الخطيب، وكان آخرها ملك الرمال لنجدة إسماعيل أنزور. وتم أيضا تصوير أفلام أخرى، منها الرابعة بتوقيت الفردوس لمحمد عبد العزيز، وبانتظار الخريف لجود سعيد. يعتبر فيلم مريم من أفضل الأفلام السورية المنتجة لعام 2013، وذلك بناء على حصده عدة جوائز، أهمها الجائزة الكبرى في مهرجان الداخل السينمائي بالمغرب عن أفضل فيلم عربي، بالإضافة للجائزة الكبرى أيضا في مهرجان وهران الجزائري عن فئة أفضل فيلم عربي. وشارك مريم أيضا في مهرجانات أخرى مثل مهرجان الإسكندرية السينمائي، وصرح المخرج باسل الخطيب أن فيلمه يروي حكاية ثلاث نساء تنسج من خلالها حكاية الوطن الكبيرة. لم تستطع معظم هذه الأفلام الوصول للشارع السوري نظراً لتعليق بعض المهرجانات وإغلاق بعض دور السينما، بالإضافة لعرض هذه الأفلام في دور العرض العربية والعالمية قبل السورية. ومن ناحية أخرى، أطلقت المؤسسة مشروع دعم للسينما الشابة من خلال تشجيعها وتبنيها للأفلام القصيرة، حيث تم إنجاز مجموعة من هذه الأفلام كعداء لياسر نصر الله وغيرها من الأفلام التي حققت تواجداً وبصمة، كفيلم الدوران لعلي وجيه الذي حصل على جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان بيست شورتس الذي أقيم بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويحكي الفيلم عن الحب في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا من وجهة نظر الكاتب. بدأت سنة جديدة وما زال المهتمون بالشأن السينمائي السوري يتساءلون متى سيتم إنتاج أفلام سينمائية ليتابعها الناس وليس فقط للمشاركة في المهرجانات، وكيف ستفعل المؤسسة العامة للسينما دورها للنهوض بواقع الفن السابع المنتقد من الكثيرين.